تجسيداً للالتزام السادس من تعهدات رئيس الجمهورية 54 الهادف إلى تحقيق حرية الصحافة وضمان احترام قواعد الاحترافية وأخلاقية المهنة، تجمع وزارة الاتصال تحت شعار شركاء في تنظيم المهنة هذا الثلاثاء 3 مارس 2020 بالمدرسة العليا للإطعام والفندقة بعين البنيان بالعاصمة مختلف التنظيمات والجمعيات النقابية لتشخيص الوضعية الحالية للصحفيين وكذا إطلاعهم على مختلف الورشات المتعلقة بمخطط عمل وزارة الاتصال وعلى الخصوص المجلس الوطني للصحافة وبطاقة الصحفي المحترف ومجلس أخلاقيات المهنة. الدعوة تخص كافة النقابات الصحفية.